بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال الإمام صاحب المتن أبو شجاع رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قال: والمتغير بما خالطه من الطاهرات، هذا قسم من أقسام المياه. وذكرنا أن الأقسام أربعة: طاهر، مطهر غير مكروه استعماله، وطاهر مطهر مكروه استعماله، وطاهر غير مطهر ونجس. فالقسم يا مولانا رباعية، حاجة بسيطة كده، احنا مش هنخش في تفاصيل التفاصيل. يبقى احنا هنتكلم عليها مشاي، يبقى القسمة كام؟ رباعية: طاهر مطهر غير مكروه استعماله، طاهر مطهر مكروه استعماله، طاهر غير مطهر. والطاهر غير مطهر تحتيه قسمين: القسم الأولاني المتغير تغيرا كثيرا بما خالطه من الطاهرات، والماء المستعمل. والقسم الثالث الماء النجس. وهناك قسم خامس وهو الماء الطاهر المطهر الذي يحرم استعماله. ماشي، ما هو عندك هنا بس. يبقى القسمة كام؟ لكن المحقق البجولي بيقول هي رباعية بإدخال اللي هو الطاهر المطهر المحرم استعماله في القسم الأول، لأن الحرمة شيء عارض. لكن مع بداية الدرس ومع بداية التعلم ينبغي أن نكثر من التقاسيم والتفاريع حتى يستوعبها ذهن طالب العلم. وهدفنا هو ذهن المبتدي، هدفنا ذهن من يعني ليست له علاقة قبلية بالفقه، نريد أن ننقله من دائرة إلى دائرة. وإن شاء الله تعالى يوفقنا المولى لذلك، إنه على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. فتكلمنا نحن قبل ذلك على النوعين السابقين. إيش النوعين السابقين؟ تكلمنا على الماء اللي هو طاهر مطهر غير مكروه الاستعمال، والطاهر المطهر مكروه الاستعمال اللي هو الماء المشمس. ووقفنا عند النوع الثالث وهو طاهر غير مطهر. والطاهر غير المطهر قلنا بأنه على نوعين: النوع الأول هو الماء الذي خالطه. إيش بقى هو المخالط؟ خالطه، يبقى لابد أن نتكلم على الخلط. خالطه مصدرها إيه؟ خلط. خالطه يخالطه إيه؟ خلطا. إيه بقى هو الخلط؟ قالوا الخليط هو ما لا يمكن فصله. اختلف علماؤنا في تعريفه على نحوين أو على تعريفين. قالوا الخليط هو ما لا يمكن فصله. طب ونروح بعيد ليه؟ ده ايه ده؟ قبل أن يكون شيء أخضر كان ماء. ماء ايه؟ ماء طهور، يعني رافع للحدث ومزيل للنجس. ممكن بدل ما أضع فيه فتلة، دي بيسموها فتلة يعني إطلاقا ليه،
الكل وإرادة الجزء، بنسميها احنا المصريين فتلة، واخد بالك؟ هي كلها على بعض كده اهو، فتلة، وفي آخرتها يعني شيء من الشيء الأخضر، لكن تسميتنا مجازية، يعني تسمية للكل باسمها مولانا اسم الجزء. فقبل أن نضع فيه هذه الفتلة كان طهور، طاهر في ذاته ومحصل للطهارة في غيره، لكنني بعد أن وضعت فيه هذه الفتلة، وهي عبارة عن إيه؟ فتلة عبارة عن شيء أخضر له لون معين، عند وضعه مع الماء الساخن هذا اللون يختلط، أو هذا اللون يسري في الماء. هل نستطيع إخواني الأعزاء أن نفصل هذا اللون من الماء؟ يبقى ده خليط ولا مش خليط؟ جايبها لكم على الهواء مباشرة اهي لايف، ده خليط. لماذا؟ لأننا لا نستطيع أن نفصل اللون من الماء، ولذلك هب أن هذا الشاي كان موضوعا في ماء كثير وغيره، هل نستطيع حينئذ أن نرفع به الحدث أو أن نزيل به النجس؟ أتوضى بالشوية دول؟ توضاش بهم، هشربهم. يبقى ده اسمه ايه؟ خليط. لماذا خليط؟ لأنني لا أستطيع أن أفصل لون الشاي عن الماء بالفصل العادي، وهذا هو المعتبر، مش بالفصل الكيميائي. لحسن حد يتفزلك من محبي الفزلكة، الفقهاء إنما يتكلمون على الفصل الذي يستطيعه أحد الناس، مش على الفصل الكيميائي. فصل الكيميائي ده ما لهمش دعوة بيه. تقول أنا ممكن أعمل عملية كيميائية وأنشئ ماء وما لهش علاقة، أخبرك، إنما الكلام يكون على ما يستطيع أحد الناس. هل نستطيع؟ طب خد مثال تاني، هو دي مية بس معها سكر، السكر الغالي بتاع اليومين دول ده موجود ولا لسه مش موجود؟ مش موجود؟ انتوا السكر اكتفينا بكم عن السكر الحقيقي، واحيانا يكون المجاز افضل من الحقيقه. مثاله ان هم شبهوا سيدنا النبي بالقمر مع انه احلى من القمر، ده المشبه اعلى واحلى واجلى من المشبه به، صح ولا مش صح؟ قمري ده، بس هو بيديك فكره علشان انت يعني ايه، ايه احلى حاجه في حياتك شفتها، فبيقرب لك المساله. ولكن الاصل ان المشبه به اعلى من المشبه، يقول لك مثلا زيد كالاسد، لكن لما تقول بقى يعني النبي كالقمر، يا راجل يعني سيدنا النبي ده هو احلى من القمر، لكنه اراد ان يقرب لك المعنى. وعند ذلك تقول المشبه به أفضل من المشبه غالبا، لأن دي الحقيقة، ده هو أحلى وأجلى وأعلى، إذا رأيته ذاب القمر فيه، إلا أن الله سبحانه وتعالى حتى لا يفتن به أحد يعني أخفى جماله عشان ما حدش عقله يتلحس، صلى الله عليه وسلم. يبقى السكر نستطيع بعد أن يتشربه الماء ويذوب في الماء، هل تستطيع أن أنت تفصله فصلا عاديا مش بأدوات كيميائية يا شيخ موسى؟ لا تستطيع. ولذلك السكر عند ذوبه في الماء يسمى خليطا. يتسمى يا مولانا؟ يسمى خليطا. الشاي عند وضعه في الماء يسمى ايه؟ يسمى خليط. ولذلك الشاي لا نستطيع ان نستعمله في الطهارات، لانه لا يرفع طهارة ولا يزيلها الى اخره، ده خالط الماء، ده كمان مش خلطه، ده احدث له اسما اخر بعد الخلط، وهو انه لا يسمى ماء وانما يسمى شايا، ده شاي اخضر.
طيب يبقى الخليط ما لا يمكن فصله إمكانا إيه؟ تقول إمكانا عاديا. خرج بالإمكان العادي اللي هو فصله بالأدوات الكيميائية. وقيل الخليط هو ما لا يتميز في رأي العين. أنا مش قادر أميزه، يعني أفصله في رأي العين عن الماء. الاثنين امتزجا ولا أستطيع أن أفصل هذا عن ذاك، فالاثنين في رأي العين صارا كتلة واحدة، صارا عنصرا واحدا. يبقى المتغير بما خالطه من الطاهرات، من هنا بيقول لك عليها لبان الجنس، يعني لبان جنس المخالط، لابد أن يكون المخالط في هذا القسم من الطاهرات حتى يخرج بما خالطه من النجاسات، لأنه حينئذ سيكون له اسم آخر ووصف آخر وحكم آخر. وهذا المتغير لابد أن يكون تغيرا كثيرا يسلبه الاسم. أهو تغير تغيرا كثيرا، نقله من اسم الماء إلى الشاي على الهواء مباشرة لايف. واشترطوا كذلك في هذا الخليط أن يكون مستغنا عنه، لأن في أحيانا خليط لا يستغني عنه الماء. عارفين زي إيه؟ في يعني عالمنا الحديث بيضعوا مع الماء بعض المواد الكيميائية زي الكلور. الماء الآن لا يستطيع أن يستغني عنه. لماذا؟ لأنه ده اللي بيحذف عنك الميكروبات. فأحيانا كده عندما تفتح الحنفية المصرية تجد الماء أبيض، ده الكلور اللي بينظفوا ويطهروا بيمسحوا، يعني لأن طبعا المصريون يعتنون بنهر النيل فيضعون فيه الحيوانات النافقة، يضعون فيه الزبالات، هذه حماية، هذا هو التعامل مع نهر النيل. ونهر النيل ده عارف لو في مكان آخر كانت الناس عملت له تمثال، لكن هنا بتبص تلاقي الحيوانات مرمية فيه، كلاب مرمية فيه. قال وماء النجس، هذا هو القسم الرابع، وماء نجس. هنا بقى في حاجة لطيفة جدا، النجس ده يطلق على الذات، فلا يقال نجس إلا إذا كانت الذات هي التي تتصف بذلك، كالميتة، الميتة ذاتها نجسة، لكن الماء ذاته مش نجسة، ده متنجس. فأطلق النجس هنا وأراد به المتنجس. احنا بنقرأ بقى يعني كده على مستوى الحرف، بس نقرأ يعني أهم حاجة نقرأ. يبقى اسمها يا مولانا، قالوا دي استعارة. استعارة يعني ايه؟ الأصل هو الاستعارة ما هي تشبيه، إلا أنه حذف منه يعني اللي هو المشبه، وحذف منه وجه الشبه، وحذف منه الأداء وهكذا. والاستعارة إما أن تكون تصريحية، وإما أن تكون تبعية، وإما أن تكون وهكذا، أحكام كثيرة. يبقى النجس أراد به المتنجس، المتنجس يعني الماء الذي وقعت فيه نجاسة على الوصف الذي سنتحدث عنه بعد ذلك، ولكن أطلق النجس وأراد به المتنجس على طريق الاستعارة. قال لك شبه النجس، شبه المتنجس بالنجس، يبقى المتنجس ده المشبه والنجس ده المشبه به. ده صرح هو بالمشبه به، ولذلك يقول لك استعارة تصريحية لأنه قد صرح بالمشبه
به. طيب يبقى شبه المتنجس بالنجس. ايه بقى هو وجه الشبه حرمة استعمال كل واحد منهم؟ فالماء النجس حرام ان حضرتك تشربه، حرام ان انت تستعمله في الوضوء، حرام ان حضرتك تطبخ بيه. جميل جميل. يبقى والنجس كذلك، الميت حرام تاكله، حرام تشرب الدم لانه نجس. يبقى شبه المتنجس بالنجس بجامع حرمة استعمال كل منهما في الشرع، ثم حذف المشبه وأقام المشبه به مقامه. تتسمى إيه في الآخر؟ استعارة تصريحية، لأن الاستعارة هي عبارة عن تشبيه، حذفت منه الأداة وحذف منه وجه الشبه، وأحيانا يصرح بالمشبه وأحيانا يصرح بالمشبه به. يبقى دي اسمها إيه؟ استعارة. هي الاستعارة في كلمة وماء النجس. طب ما قالش ليه متنجس وكنا خلصنا من لا ما ده ديت براعة لغوية، عايز يعلمك، عايز يشير إشارات خفية إلى أنه لديه مكنة لغوية يستطيع أن يعبر، وده اللي احنا نريد أن نهتم، نريد أن نهتم باللغة العربية. من غير اللغة العربية لن تستطيع أن تعيش التراث، ولن تستطيع أن تفهم كلام العلماء في أي فن من الفنون. فينبغي علينا إخوتي في الله أن نهتم باللغة العربية. طيب يا مشايخ، كلام حلو اللي أنا بقوله ده، بس انتوا احلى. قال وهو ما هو بقى الماء المتنجس؟ قال الماء المتنجس ويترتب عليه حكم شرعي انه يحرم عليك ان تستعمله في حال نجاسته في اكل او شرب، ولكن يجوز لك ان تسقيه البهيمة. يعني ما عندي ماء ناجس أعمل فيه إيه؟ شربوا البهيمة، شربوا الدجاج، مش مانع، ولكن بشروط. هب إن الطب قالك إن الماء النجس ده يعني يعود بالضرر على البهيمة، يبقى حرام عليك، بس من جهة الضرر، لا من جهة حي، من جهة أنه ماء نجس، لا من جهة الضرر. وكذلك يجوز إن إحنا نسقي به الأرض، ويجوز نسقي به الأشجار. بس يا مولانا، ما هي الأشجار بتاخده تشربه وبعد كده بترميه في السمر، ما هو بيتحول، بيستحيل. خلي بالك من نظرية اللي هي مشايخ الإسلام الاستحالة، لأن الاستحالة معانا مفيدة جدا. طيب قال وماء النجس إيش هو؟ وهو الذي حلت فيه نجاسة. حلت يعني يا مشايخ يعني وقعت فيه، أو ورد عليها وهو قليل، يبقى اجتمعوا. حلت يعني الاتنين اجتمعوا. الحلول معناه ان حضرتك بترميها فيه. طب افرض ان انا وضعتها في اناء من جلد ميتة، كذلك الحكم واحد. هنا يقول لك المفهوم فيه تفصيل وكلام دخل. طيب يبقى مطلقا هل هو الماء النجس هو كل ماء حلته نجاسة؟ قالوا لا، حتى يكون ماء متنجس لابد وأن يكون الماء قليل، يعني أقل من قلتين،
يبقى كل ماء قليل حلته نجاسة فهو نجس سواء تغير بها أو لم يتغير بها. مفهوم يا مشايخ؟ طيب افرض ان هو ما حلتش في نجاسة، الصورة كلها مرتبطة ببعض، ولكن الماء كان موجود وبجواره ميتة تغيرت رائحتها فعمت رائحتها المكان والماء قد أخذ من رائحة الميتة، يبقى ده اسمه تغير بالإيه؟ بالمجاورة. بارك الله فيكم. طب وتغير المجاورة؟ قالوا لا يؤثر. ليه؟ لأن تغير ما هيزول، ده استرواح، ده أنت لو أخذت الماء وابتعدت به عن الميتة سيعود الماء إلى طبيعته. ورقم اثنين، لأنك لا تستطيع أن تحمل ماء من التغير بالمجاورة، لأن غالبا الماء بيبقى موضوع في صهاريج وآنية كبيرة لا نستطيع حينئذ أن نفصل عنها مثل هذه الميتات ومثل هذه الروائح وهكذا، يشق حفظ الماء وصون الماء عن هذا. طيب قال حلت فيه نجاسة، هو الماء القليل الذي حلت فيه نجاسة، هل كل نجاسة منجسة؟ ده سؤال. قالوا ليست كل نجاسة منجسة، يعني ممكن توضع نجاسة في الماء القليل وما تنجسوش، مثل ايه؟ وقوع الذباب في الإناء بشرطه لا ينجس الماء لأنه معفو عنه. يبقى يقصد من قوله نجاسة الذي حلت فيه نجاسة، اكتبها في عقلك، أي نجاسة منجسة. طيب أما النجاسة غير المنجسة هي النجاسة المعفو عنها كوقوع الذباب وكل ما لا نفس له سائلة في الماء بشرط ألا تغيره. وقع الذبابة ذبابتين، ذبابة وقعت مثلا في الكوب، شيل الذبابة واشربها، بس ده قليل، ده مائع قليل، ما هو برضك أو ماء قليل وقعت فيه نجاسة ولكنها لم تنجسه، يبقى خلي بالك. الإمام مالك ومذهبه كما يقول العلامة المحقق الباجوري إنه الماء القليل إذا وقعت فيه نجاسة ولم تغيره لا ينجس. وذكر إن الإمام الباجوري قال بأن كثير من أصحابنا الشافعية اختاروا مذهب الإمام مالك في التعبد مش في الدرس، في الدرس يشرحوا مذهب سيدنا الإمام الشافعي ويقيموا عليه الأدلة ويناظر من أجله، لكن في عملية التعبد والاختيار العملي يختارون ما ذهب إليه الإمام مالك. لماذا؟ لأنه يسير، لأنه مذهب سمح، لأنه مذهب سهل التطبيق، خد بالك. ولذلك سيدنا الإمام الباجوري يقول من ابتلي بشيء من ذلك فليقلد من أجاز خروجا من الإثم، يعلمنا كيف ننتقل بين المذاهب تعبدا وتيسيرا على المكلف. لأن مش معنى أن أنت شافعي أنك أنت ما تخرجش عن المذهب الشافعي ولو في مسألة واحدة شقت عليك، ليس الأمر كذلك. تعلم المذهب، افهم قواعده، افهم أدلته، وإذا رأيت في مذهب آخر ما يسول عليك لك أن تأخذ به ولك أن تعمل به تيسيرا على نفسك وخروجا من الإثم. وهو دون القلتين،
يعني هذا الماء المتنجس الذي يتأثر هو ما كان دون القلتين، وسيأتي ضبط القلتين. دون القلتين يعني أقل من القلتين، ووقعت فيه نجاسة منجسة، فإنه حينئذ يصير متنجسا، لا يرفع الحدث ولا يزيل النجس ولا يشرب ولا يؤكل وهكذا، حتى يعود إلى الكثرة. وفي الكتب الطويلة يذكر الوسائل التي يحصل بها طهارة الماء بعد وقوع النجاسة فيه، ولكن خليها لكتاب آخر إن شاء الله. طيب، أو كان قلتين، يبقى ده الماء الكثير. الماء الكثير إذا وقعت فيه نجاسة لا تنجسه، بشرط ألا تغيره. تغيره يعني تغيره كله أو تغير جزء منه، فلو غيرت الماء كله هذه النجاسة، وهو ماء كثير فوق القلتين. يعني كام القلتين؟ لما حسبهم مشايخنا لقوهم 196 لتر، 106 وكام و90 لتر. نيجي نحسبهم مع بعض. ده الشيخ الباجوري ذكر لهم في الحاشية عدة حسابات، إذا كان في مربع، وإذا كان في مستطيل، وإذا كان في مدور، وإذا كان مش عارف في إيه، وإذا كان في إيه، حاجة يعني رائعة يا مولانا. ولكن يعني فليكن هذا في كتاب أوسع حتى لا يثقل ذهن إخواتنا الطلبة حفظهم الله. يبقى أن يكون الماء قلتين فأكثر، ولكن بشرط طيب احنا بنتكلم هنا الأول نخلص دي. أو كان قلتين، أو كان الماء قلتين، مش قلتين بس، قلتين فأكثر، فتغير، يعني فتغير الذي يظهر من هذه العبارة أن الماء كله تغير، لكن إذا تغير بعضه كان هذا المتغير هو الذي يحرم استعماله في الماء الكثير كما في الشرح. فتغير أي كل الماء، فإنه حينئذ لا يجوز استعماله ولا يرفع الحدث ولا يزيل النجس. أما إن كان كثيرا، يعني بأن كان قلتين وكان كل القلتين من محض الماء ووقعت فيه نجاسة، فإنه حينئذ ولم يتغير فإنه حينئذ لا يتأثر. طيب، أو كان قلتين فتغير، يعني فتغير فور وقوع النجاسة فيه كما يفهم من تعبيره بالفاء. قال لك فتغير يعني إيه؟ بعد وقوع النجاسة مباشرة على طول على طول. لماذا؟ لأن التغير حينئذ ينسب إلى النجاسة، لأن السبب يحال على أقرب ما يتعلق به. ظهرت النجاسة مع وضع، ظهرت التغير مع وضع النجاسة، يتبادر إلى الذهن إلى أن هذا التغير منسوب إلى النجاسة. أو كان التغير حصل بعد وقت من وضع النجاسة، ولكن ظهر بالأدلة والقرائن أن هذا التغير منسوب إلى النجاسة التي وضعت منذ فترة، يبقى ده ماء ايه؟ يبقى ده ماء متنجس. طيب، قال رضي الله عنه وارضاه: والقلتان. القلتين يا اخوانا جمع قلة، والقلة دي عبارة عن الجرة كما في كتب اهل العلم، الجرة العظيمة. جرة عظيمة يعني ايه؟ يعني الاناء الكبير. المدور ده قلال هجر، وكان فيها كلام طويل، والامام الشافعي شافها، ودي حدوته يا ولدي. سميت بذلك، يعني ايه قله؟ لماذا سموها بقله؟ الاناء الكبير ده
قالوا لأنه يقله الرجل العظيم، رجل ضخم كده يشيله ويرفعه وهكذا ويمشي به. طيب، وهي يا مشايخ كام؟ 196 لتر أعزكم الله. طب اقرا بقى عندك كده الشيخ الباجوري عباراته عندك. لا لا، القلتين هات لهم احد كده يقول لك في المربع يعني ذراع وربع طولا، في ذراع وربع عرضا، في ذراع وربع عمقا. والذراع قد ايه؟ الذراع حوالي 60. لا الذراع يا مولانا، الذراع ده اهو، الذراع دوت حوالي 62 سنتي، فذراع وربع يديك كام؟ يديك 80. 80 تضرب 80 طولا في 80 عرضا في 80 عمقا يطلع لك ال 196 لتر. اقرا كده. بيان مقدارهما بالمساحة، أن تقول إن كان محلهما مربعا فضابطه أن يكون ذراعا وربعا لذراع الآدمي طولا وعرضا وعمقا. ذراع وإيه؟ ذراع أهو، اقرا كده، ذراع وربع طولا وعرضا وعرضا وعمقا وعمقا. يعني كام الذراع كام؟ في المكاييل والموازين لسيدنا الشيخ علي جمعة قال لك الذراع 62 سنتي على ما أتذكره. اضرب معهم كمان قول 20 هيعمل لك كام؟ هيعمل لك 83 سنتي. 83 سنتي في 83 سنتي في عمقا 83 سنتي يطلع لك ال 196. ذراع وربع يا سيدي 77. وما قالوا اصل كل ده تقريب. هو انت فاكر ان زراع الناس كلها الياس؟ يعني زراع الراجل الطويل زي زراع حضرتك؟ تصدق انت تفرس ده؟ كل ده تقريب يا مولانا، كل ده تقريب، لان زراعك ده احنا بنتكلم على زراع الراجل المعتدل. طيب، على كل حال هي دلوقتي لا حد عارف مستطيل ولا بيحسب الحسبات دي، لكن هي بطريقة بسيطة كام يا مولانا؟ 196 لتر كما في المكاييل والموازين لسيدنا الإمام رضي الله عنه وأرضاه. قال والقلتان 500، ما تقولش 500 لأن الخمس المائة يديك كام؟ يديك 20. 500 غلط، قراية غلط، تقول 500. 500 يبقى 500، لما تقول 500 خمس، ما هو الخمس كام؟ يعني واحد فوق علامة خمسة تحت، 20%. يعني 20% من المية هتديك كام؟ هتديك 20، يبقى 500. قريتها كده صح؟ عشان لو عملنا امتحان وحد قال لي 500 اقول له لا انت كده ساقط ومحتاج تترحل على طول لماليزيا او اندونيسيا او اي بلد. والقلة تاني 500 رطل، ويقول لك رطل ورطل ده وعاء كان يقاس به، وهو بفتح الراء وكسرها لغتان، بالبغدادي يعني برطل بغداد، يعني بالرطل اللي هو الإناء اللي مسمى عندهم بالرطل الذي كان يتعامل به أهل بغداد. طيب قال والقلتان 500، 500 رطل بالبغدادي تقريبا في الأصح. الأصح ده يعني وجه
من وجوه الأصحاب، أقوى من الوجه الآخر، والوجه الآخر ده قوي لكن الأصح أقوى، ومقابل الأصح دون الأصح في القوة، لكن هو من ضمن ما اجتهد فيه أصحاب الإمام الشافعي على قواعد الإمام الشافعي. ولذلك إذا سمعت الأصح تفهم منه أربع أشياء: تفهم منه أن المسألة خلافية، تفهم منه أن هذا المصطلح من اجتهاد الأصحاب، الرأي اللي فيه من اجتهاد الأصحاب، تفهم منه أن اللي مذكور هو الراجح وأن الذي لم يذكر هو المرجوح، نفهم منه أن الخلاف بين أقوى وقوي. فهمنا كده؟ أقولها تاني؟ ها؟ نقولها تاني؟ طيب، يفهم من عبارة الأصح عدة أشياء: الأول أنها من قبيل الوجوه، اللي عايز ينقل بقى، أي الاجتهادات التي قام بها واستنبطها المجتهدون من أصحاب الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. رقم 2، نفهم منها أن المسألة خلافية. رقم 3، نفهم منها أن الراجح هو المذكور وأن المرجوح ليس بمذكور، والأصح أنها تقريب. طيب، المقابل الأصح يا مشايخ أنها تحديد، ما ذكرهاش الإمام معانا هنا في الكلام. طيب، ونفهم منها إيه تاني؟ أن الخلاف بين قوي وأقوى لا بين قوي وضعيف كما يفهم من عبارة الصحيح. ولذلك الإمام النووي يقول لك إيه؟ يقول لك: فإن قوي الخلاف قلت الأصح. قوي الخلاف بمعنى مدرك الخلاف، بمعنى دليل الخلاف. فهمت يا موسى؟ مش حد يديك الحاجات الحلوة دي. طيب، نرجع بقى تاني ونقول يبقى القلتان 500 رطل بالبغدادي تقريبا. يعني يا مولانا تقريبا؟ يعني انه لو نقص رطل، رطلين، ثلاثة، ما فيش مانع، ما يضرش. ما يضرش في ايه؟ ما يضرش في ان الماء يعتبر كثير ولو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره كان طهورا يستعمل فيما عدا المكان الذي وقعت فيه النجاسة. طيب، يبقى تقريبا معناها يا مشايخ انه لا يضر نقصه رطل ولا رطلين على ما ذكره الإمام النووي. طب ومقابل الأصح؟ المقابل الأصح ده أنها تحديد، فلو نقص رطل لا من القلتين يكون الماء قليل وليس كثير، وعليه لو وقعت فيه نجاسة ولم تغيره يكون نجسا ولا يستعمل في رفع حدث ولا إزالة نجاس. ده بقى الاختلاف ما بين الاثنين. طيب يا مشايخ الإسلام، مقابل الأصح بالنسبة للتقريب، طب مقابل الأصح للخمسمائة؟ ما هو خلي بالك الأصح دي عائدة إلى الخمسمائة وعائدة إلى التقريب. فهمت يا مولانا؟ يعني كأنه قال 500 في الأصح وتقريبا في الأصح، والقلتان 500 رطل، يبقى الأصح عائد ليه ولا يا مشايخ؟ الأصح يعود إلى 500 ويعود إلى التقريب. يبقى في 500 خلاف
يكون في الخمسمائة فيه خلاف، ويكون أيضا في التقريب فيه خلاف. يبقى الأصح ده عائد لولي مشايخ يعود إلى أمرين، الخلاف في أمرين حتى نفهم يا مشايخ، الخلاف في الخمسمائة والخلاف في التقريب. يبقى الأصح إن القلتين خمسمائة، والأصح إن هذه الخمسمائة تقريبية، تقريبا يعني تقريبا. طب ومقابل الأصح؟ قال لا، ده هم مش خمسمائة، ده 1600 رطل، ده فيها كمان رأي مقابلين، يعني فيها وجهين، وجه بيقول إنها 600، 600 مش ست، 600، ووجه يقول 1600، وجهين هم، لكن الأصح إنها 500. يبقى عندي ثلاثة أوجه في هذه المسألة، إما 500 وهذا هو الأصح، أو 600 رطل، أو 1600 رطل. والتقريب أمامه يا مولانا، أمامه التحديد، بمعنى أنه لو قل لرطل واحد وبقت 195 صارت إيه؟ صارت ماء قليل وليس ماء كثير. طب والرطل اللي هم سابوا كده؟ لا، ده انت لما تقرأ في تحديد هذه المكاييل والموازين ترى شيء بديع جدا لعلمائنا القدامى، ده ضبط الأوزان والمكاييل، لأن أمر متعلق بالدين، أمر متعلق بالعبادة، أمر متعلق بالحساب، أمر متعلق بالجزاء، فاستوفوا مقاديره ومقاييسه على كل الأوزان والأكيال والأرض كله، ما تركوا شيء. يقول لك وبالرطل المصري كذا، وبالرطل البغدادي كذا، وبالرطل الشامي كذا، وهكذا. استوفوا، بيسموها إيه بقى؟ لما تقرأ إن شاء الله في كتب الموسوعات يقول لك استوفوا المكاييل والموازين، لأنه هيتعلق بها حقوق، هتتعلق بها الزكاة، زكاة المال وزكاة الفطر. والرطل البغدادي عند الإمام النووي 128 درهما، يعني وزن 128 درهم وأربعة أسباع درهم، يعني جابوا وزن الرطل، جابوا الرطل وضعوا فيه مية، ووضعوا في الجنب الآخر ميزان، الميزان ده وجدوا أن هذا الماء يساوي وزن 128 درهم. الدرهم بيعمل كام دلوقتي؟ الدرهم تقريبا عامل 4 جرام وربع، اضربهم كده في 128، 128 طب وكم شيء؟ 128 درهم في 4 وربع يطلع لك وزنها، ها وزن الايه؟ وزن الرطل، لان هي 500 رطل. تعملها انت حضرتك كده وانت بالحساب ماشي، تعملها بالطريقه دي. ها ضربتها؟ لا. كام يا إلياس؟ تقريبا 544 128 نضرب في 4 وربع، صح؟ اه 4 وربع يعني نص كيلو، يعني الرطل نص كيلو، نص كيلو لما انت تضربه في 500 يعمل لك مثلا حوالي 270 كيلو. ايوه بالضبط. ايه ده؟ الله، 270 كيلو. لما انت تحول ال 270 كيلو الى وضعهم في ازايز زي دي كده، اهو ده لتر
تعمل لك كام؟ تعمل لك 196 لتر. عرفتم بقى احنا منين جبناهم 196 لتر؟ من هنا، من الدراهم. ما هو احنا عندنا نظام معين ماشيين فيه. وعند ده مين ده كمان؟ خلي بالك ان رطل بغداد عند الامام النووي 128، يعني وزن 128 درهم واربعة اسبع درهم. عند الامام الرافع قال لا، انا وزنت، بحثنا ووزننا رطل بغداد وجدنا 130، وزن 130 درهم. فاختلف ما بين اجتهاد الامام النووي وما بين اجتهاد الامام الرافعي. لكن الارجح يا مشايخ، الارجح ما ذهب اليه الامام النووي. هنا في قسم احنا ذكرناه خلاص، هنا في فائدة لطيفة جدا ذكرها المحقق. قال ان الماء يعتريه الاحكام التكليفية الخمسة. الماء تعتريه، يعني يعتريه، يعني يتصل بالاحكام التكليفية الخمسة. ولما تفضفض العملية وتوسعها تجد ان هو بتعتريه الاحكام التكليفية الستة بادخال خلاف الاولى. ما انت عندك في مكروه وعندك خلاف اولى، عندك واجب وعندك مندوب وعندك حرام وعندك مكروه وعندك مباح وعندك خلاف اولى. يبقوا كم يا مشايخ؟ يبقوا ستة. متى يكون الماء واجبا؟ ما هو مش الماء نفسه بقى استعماله، لأن الماء قلنا إيه؟ قلنا بأن الماء ذات والذات لا يتعلق بها الحكم، إنما الحكم يتعلق بالفعل. إيش هو الفعل؟ اللي هو الاستعمال، يجب استعماله في الفرض. يعني أنا دلوقتي أخش أتوضأ أجيب ماء وأتوضأ لصلاة العشاء، استعمالي لهذا الماء ما حكمه؟ ده واجب، لأن صلاة العشاء واجبة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو إيه؟ فهو واجب. يبقى استعمالي للماء الطهوري في هذه الحالة استعمال واجب. يبقى دي أول حاجة، رقم واحد، احفظوا الحاجات الحلوة دي. وقد يكون استعمال الماء مندوب، فيما إذا استعملته لأمر مندوب. أنا داخل دلوقتي أتوضأ حتى أقيم الليل، قيام الليل مندوب، وما يتوقف على المندوب فهو مندوب. يبقى استعمالي للماء يا مشايخ، يبقى استعمالي للماء في هذه الحالة استعمال مندوب. وقد يتصف بالحرام، يكون استعمال الماء استعمال ايه؟ استعمال محرم. خدت الإزازة، اغتصبت الإزازة، إزازة المية، أخذتها غصبا معتمدا على قوتي وعلى سطوتي من أخونا فلان الفلان، وتوضأت بها، يبقى استعمالي للماء ده ايه؟ حرام. ماء موقوف للشرب أخذته وتوضأت به ورفعت به الحدث، يكون استعمالي لهذا الماء استعمال محرم. ويكون استعمال الماء مكروه فيما إذا كان الماء ماء مشمس. ويكون استعمال الماء خلاف الأولى فيما إذا استعملت ماء زمزم في إزالة النجاسة، يعني تشريفا لها ورقي وسموا بقدرها وإجلالا لفضلها. ويكون مباحا فيما إذا استعملته في الشرب. أنا دلوقتي بشربه مباح، لأني ليس مطلوب مني على وجه الجزئية، مش على وجه الكل، ليس مطلوب مني لا شرب الماء ولا ممنوع مني شرب الماء،
لا من حيث جنس الشرب ولكن من حيث أفراد الشرب، لأنه من حيث جنس الشرب أنت واجب عليك أن أنت تشرب. لماذا؟ حتى تستبقي روحك وحياتك. ولذلك لو امتنعت عن الشرب وهلكت أنت آثم وأنت عاصي. ولذلك الذين يضربون عن الطعام والشراب هؤلاء آثمون، لأن الأكل وإن لم يجب في أفراده والشرب وإن لم يجب في أفراده إلا أنه باعتبار جنسه لاستبقاء الروح الإنسانية واجب. فهمنا يا مشايخ؟ ولذلك الإضراب عن الطعام حرام لأنه يؤدي إلى الهلاك، ولأنه في إضرار شديد بالإنسان، ولا ضرر ولا ضرار. يقول لك أنا أضرب عن الطعام من أجل أن أحقق حرية. حرية إيه؟ هتريد أن تحقق حرية على رأيك بأمر حرام عندكم فيه إضراب وكلام من ده؟ حد بيعمل كده؟ طيب عندنا هنا بس، عندكم؟ موجود في روسيا يضربون عن الطعام وعن الشراب، ولكن هذا وإن توصل به إلى شيء مطلوب، افرض أنه بيضرب عن الطعام لأنه مظلوم وعايز حد يسمعه، لكن هذا حرام لأن الوسيلة إذا كانت محرمة يعني تبقى على أصلها محرمة حتى وإن كان المقصد من أجل ذلك مقصد حسن. طيب يا مشايخ، فصل. إيه ده احنا خلصنا فصله، يعني في أمل. خلي بالكم يعني يا مشايخ انتبهوا، هناك أمل أن نتم الكتاب إن شاء الله، وسنتمه بعبارة سهلة ميسورة وندخنه إن شاء الله، وندعو للمريض أن يشفيه الله سبحانه وتعالى. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. طيب فصل. الفصل لغة هو الحاجز بين الشيئين، واصطلاحا اسم لدال جملة من العلم مشتملة على مسائل غالبا. فصل. وجلود الميتة. يبقى في هذا الفصل له خريطة، هنسميها كده بعبارة لطيفة جدا، خريطة هيتكلم فيها عن الأعيان النجسة، شيء من الأعيان النجسة، ويتكلم فيها أيضا عن ما هي الأشياء التي تطهر بالدباغ، وما هي الأشياء التي لا تطهر بالدباغ. ايه هو بقى الدباغ؟ الدباغ ده عبارة عن وضع مادة معينة تنزع من الجلد مائيته وفضوله الذي يؤدي بقاؤه الى فساده. انا بقول بعبارة سهلة مش زي الكتاب كده، بس عبارة يعني ايه نص. يبقى ايش هو الدباغ؟ بنجيب مواد، هذه المواد من وظيفتها أنها تنزع مائية الجلد، لأن احنا عايزين بنعمل في الجلد عايزين نحوله من الطعامية إلى الثيابية. خلي بالك إن الدباغ له وظيفة، وظيفته أنه يحول الجلد من حالة هي أنه كان يؤكل إلى حال أنه صار ملبوسا، صار ثيابا. طيب وكيفيته إزاي؟ إحنا بنجيب مواد، يقول لك بنجيب مادة زي الشطة، عارفين الشطة؟ وزي القرض وشوية كده، يعني نباتات معينة. هذه النباتات من شأنها أنها إذا وضعت بطريقة معينة على الجلد تنزع مائية الجلد. الجلد كان عارفين الجلد عبارة عن جلد زي جلدك المائي، يعني كلما ضغطت عليه انضغط معك، في مياه جوه، في سوائل داخلية. السوائل الداخلية دي إذا تركت تؤدي إلى تعفن الجلد، فبيأتي الدباغ بشيء حريف. حريف يعني إيه؟ يعني لازع زي الشطة كده، فيضع عليه الشطة
ويضع عليه بعض ده كان قديما، لكن الآن الدباغ صار بمواد كيميائية. روح المدبغة، خش على مادة كيميائية، المادة الكيميائية دي تنزع منه فضوله وتزيل مائيته. أصبح بعد ذلك لو وضع في الماء ونقع في الماء فترة طويلة يزول عنه يعني هذه المائية ولا يفسد. يبقى هو ده ليه الدباغ. ماذا يصنع الدباغ؟ الدباغ بعد أن يحول الشيء من دائرة الطعامية إلى دائرة الثياب، أيضا يحوله من دائرة النجاسة إلى دائرة الطهارة. ولذلك ذكره هنا عشان إيه؟ عشان يقول لك إن الميتة إذا أخذنا جلدها، إيه هي الميتة الأول؟ الجلد معلوم، جلود جمع جلد، والجلد معلوم، مش هجيب له لك من التعريف، حتى لو رحت القاموس يقول لك والجلد معروف. الجلد عامل زي، عارفين البرتقالة؟ زي قشر البرتقالة. الجلد ده من عجيب صنع الله سبحانه وتعالى أنه وضعه على الحيوان حتى يحتمي به ويقيه الحر والبرد وإلى آخر. سبحان الله، كأنه ثياب الحيوان. ده ربنا يا جدع، أنت يعني أنت بتقول إيه؟ طيب، يبقى هنا يتكلم في شيء من الأعيان النجسة، ثم بعد ذلك يتكلم عن الدباغ وما يطهر بالدباغ وما لا يطهر بالدباغ، وده مهم جدا. طب سؤال ليكوا بقى، لماذا هنا ذكر الماء أولا ثم أعقب ذلك بالجلود؟ ممكن لأن الماء غالبا كان يحفظ في أنية الناجين، أو ده لوحده إن شاء الله يبقى علامة أو بيفكر. بيقول لك لأن الجلد ده كان تصنع منه القرب، الأواني التي تضع فيها المياه، فيعتبر هو وسيلة للماء، والماء وسيلة للطهارة، فهو وسيلة الوسيلة. يبقى ذكر الجلود علشان من أجل أن يقول لك بأن الميتة إذا دبغت وصنع من جلدها قربة وإناء يوضع فيه الماء فإنه حينئذ لا تنجس. الله، يبقى الأبواب لها ارتباط وثيق بعضها ببعض. هو ده بقى اللي العلماء ما بيحطوش حاجة كده، ده في حاجة اسمها المناسبة بين الأبواب، مناسبة الباب بالباب كمناسبة الآيات بعضها ببعض، فدي اسمها وسيلة الإيه؟ وسيلة الوسيلة. قال وجلود الميتة، والميتة هي ما خرجت روحها بغير زكاة شرعية. الميتة ما زالت، زالت إيه؟ زالت روحها، الروح لا يعلمها إلا الله، أهي مش جوانا هو ومتلبسة بجسدنا كالماء بالعود الأخضر، ولكننا لا نعلم ما هي. ولذلك كلنا جهل، لأننا حتى يعني روحنا التي يعني بين جنباتنا لا نعلم ما هي. إيه؟ الزكاة بالزال. الزكاة بالزال، بخلاف الزكاة اللي هي بالزاي، زكاة. والزكاة كمان هيجي لها باب طويل معانا إن شاء الله، يعني المسألة يا لطيف. ما زالت روحها بغير زكاة شرعية حتى يخرج، ما زالت روحها بزكاة شرعية بأن توفرت فيها أركان وشروط التذكية، بأن ذكيت بآلة حادة، وبأن كان المذكي أهلا للتذكية، وبأن كانت التذكية في مكان التزكية. هل
وبأن كان الحيوان من أهل التزكية. لأن ممكن نجيب الحمار أعزكم الله، مش الحمار المجازي، الحمار المجازي مش الحمار، لا الحمار الحقيقي مش المجازي، لأن الحمار الحقيقي هو ده اللي كلامنا فيه. جبنا الحمار الحقيقي وأنا مسلم وأتيت بشفرة سكين حاد وأخذت يعني أذبحه في موضع الذبح، هل تعمل فيه التذكية شيئا؟ لا، لأنه ليس حيوانا معدا للتذكية بالشرع، الشرع نهى كذلك عن ذبحه. يبقى لابد أن يكون الحيوان معد للتذكية. طب أتيت بالبقرة أعزكم الله، أعزكم الله، وقمت أنا مسلم ومعي شفرة حادة وقطعت يعني منفذ الطعام والشراب والأوداج، قطع الأوداج سنة، قطع مجرى الطعام والشراب هو ده الواجب، وقطعت هذا المجرى وفصلته، هذه مذكاة لأنها ذهبت وأزيلت روحها بذكاة شرعية توفرت فيها أركان والشروط. طيب مسكت البندقية وأتيت بالبقرة رشاش وضربت عليها الرشاش، عملت إيه؟ ده كده ذهبت روحها بغير زكاة شرعية، لأن هذه الآلة ليست معدة للذبح، وليس الذبح في المكان المهيئ. عارف حتى ولو كان الآلي ضربها في مكان يعني مجرى الطعام والشراب فأزال مجرى الطعام والشراب أيضا لا يعتبر، ولسه هنتكلم عن التذكية. يبقى الميتة هي ما زالت روحها بغير زكاة شرعية. وجلود الميتة، جلود ده جمع ومضاف، والميتة مضاف إليه، والجمع المضاف يعم، يعني كل جلود الميت كل أنواعها وأصنافها سواء الكلب أو الخنزير، بعد كده بقى يستثني. ولذلك يأتي الاستثناء لأن اللفظ اللي سابق عام وجلود الميتة، ولذلك هيجي يقول لك الشرح هنا أي كلها، فكأنه قال كل جلود الميتة تطهر بالدباغ. ويقصد من هذا كل أنواع الجلود سواء كان هذا جلدها جلد مأكولة غير مأكولة وهكذا. يعني مثلا الأسد مات، أخذنا جلد الأسد ودبغناه، هل يجوز أن نصلي فيه؟ نعم. طب هل يجوز أن نصلي عليه؟ نعم. لماذا؟ لأن جلده قد دبغ، وكل إهاب قد دبغ فقد طهر كما ورد في الحديث. طبعا بعد الغسل، لأنه بعد ذلك صار متنكسا. ماشي، حتى برضك يعني دقيقة من شاب دقيق في ساعة دقيقة مع طلبة أدقاء. وجلود الميتة تطهر بالدباغ، وعرفنا ما هو الدباغ، هو أن ينزع فضول الجلد، قلنا خلصناها. إلا إلا يبقى فيها يا مشايخ استثناء. طيب الاستثناء ده معيار إيه؟ معيار العموم. وما هو الاستثناء؟ إخراج ما وجب دخوله في المستثنى منه. يبقى كل جلود الميتة دخل فيها الكلب والخنزير، ثم بعد ذلك قال إلا جلد الكلب والخنزير فالاستثناء أخرجها. إلا جلد الكلب، والكلب معلوم بكل أنواع وكل إيه وكل أشكاله وأوصافه، وهو أوفى من الإنسان. ولذلك الإمام الشاطبي في شاطبيته اللي مسمى بحرز الأماني قال
وقد قيل كن كالكلب يقصيه أهله وما يأتلي في نصحهم متبذلا. يمشوه يرجع لهم، وفي جدا أوفى من الإنسان. والله. ولذلك ابن المرزباني ألف كتاب اسمه فضل الكلاب على كثير من من لبس الثياب، وذكر أوصاف الكلب وذكر ما فيه. قال إلا جلد الكلب والخنزير، يعني وجلد الخنزير إن تصور له جلد، لأن بعض العلماء بيقول لك إن جلده في لحمه. الخنزير ده غريب، جلده هو لحمه ولحمه هو جلده، فلو تصور له جلد واخد بالك كالكلب يأخذ الحكمة، وأنه لا يطهر بالدباغ مطلقا لأنه نجس في الحياة هو والكلب. فإذا كانت الحياة التي تدفع العفونة لا تحصل له الطهارة، فمن باب أولى ألا يحصل له الدبغ شيئا من الطهارة. ده الحياة أقوى في دفع العفونة عن الإنسان، طول ما أنت كده هو حي وطول ما روحك موجودة فيك ما تعفنش ما تدوتش. مت وارتفعت روحك كساك وعلاك الدودة، كساك وعلاك الدود يا ابن آدم. فيجي بقى الدباغ يعمل ايه؟ يزيل عنك الحالة دي، يحولك من دائرة إلى دائرة، ينزع منك حالة ويدخلك في حالة. فإذا كانت الحياة لا تحصل الطهارة فمن باب أولى أن الدباغ لا يحصل الطهارة. إذا كان الأقوى لا يحصل فالأضعف لا يحصل. فإن كده يا مشايخ الإسلام، لأن الدباغ لا يعمل في الكلب والخنزير، ولأن الكلب والخنزير نجاستهما مغلظة، وما تولد منهما، منهما يعني حصل تزاوج بين الكلب والخنزير، نزى كلب على خنزيرة أو نزى خنزير على كلبة فأنتج حيوانا آخر، هذا الحيوان يتبع أخص أصليه في النجاسة، والاثنين أخص من بعض الكلب والخنزير. فلو أعطيناه نسبة إلى الخنزير هيبقى جلده لا ينفعه الدباغ، ولو أعطيناه الخنزير بار جلده لا ينفعه الدباغ. طب وهو ده التزوج دوت مع اختلاف الأجناس موجود؟ احنا ما بنتكلمش على الوجود، لأن الفقيه يفرض حالات حتى يدرب العقل والذهن على تطبيق الأحكام عليها، مش لازم موجودة، لأن بعض الناس ما فهمش كده. يعني أنتوا برضك حاطين في كتب التراث، وضعتم في كتب التراث هذه الفروع، ما أنت مش فاهمها حضرتك لأنك ما تعرفش المنظومة العلمية شكلها إيه، وأن الفقيه يفرض صور من أجل أن يطبق الأحكام ومن أجل أن يستخرج الفروع منها. ما تعرفش أن دي عملية تدريبية، هنعمل لك إيه؟ وما تولد منهما أو من أحدهما مع حيوان آخر طاهر، يعني اللي حصل إن كلب نزى على معزة فحملت المعزة سفاحا من الكلب، أو العكس خروف نزى على كلبة فحملت منه سفاح. ما هو ما روحوش عند المأذون يا مولانا. يبقى اللي حصل إيه؟ اللي حصل تزاوج بين حيوان طاهر مع حيوان
نجس، ونتج من ذلك حيوان آخر. طب الحيوان الآخر ده هيأخذ الطهارة من الحيوان الطاهر أم يأخذ حكم النجاسة من الحيوان النجيس؟ القاعدة الفقهية أنه يتبع الفرع في الطهارة والنجاسة أخص الأصلين. أخص الأصلين يعني أسوأ الأصلين هو الكلب، فنعطيه في النجاسة حكم الكلب. طب نذبحه يا مولانا وناكله ولا ما ناكلوش؟ ما هو باردك هيبقى ها باردك داخل فيه الكلب. نغلب فيه المنع على الحل لأن الأطعمة مبنية على ذلك. ها؟ سامع؟ لا، ده دي لو تزاوج حيوان طاهر مع حيوان طاهر، وأنتك ده ممكن نصلي وراه. وهنتكلم عن الفرع بتاع الشيخ الباجوري ده، لأنه عندك بيت هنا بيقول قال في إيه، هات البيت ده كده. ويتبع الفرع في انتساب أباه. البيت ده لازم تقروه، هات كده. إذا طاب أصل المرء طابت فروعه، ومن عجب جادت يد الشوك بالورد، ومن عجب جادت يد الشوك بالورد، وقد يخبث الفرع الذي طاب أصله. أهي اللي معانا اهي، إن حصل تزاوج بين الكلب وبين المعزة، مع أن المعزة ما هي أصله، ولكن الفرع هنا إيه؟ خبيث. ليظهر سر الله في العكس والطرد. وهنا تحت قال القاعدة المشهورة دي لازم تحفظوها، يتبع الفرع في انتساب أباه. في النسب ابنك بيبقى تابع ليك، ابنك أو بنتك، لكنه ذكر الابن يعني وألحق بها البنت. يتبع الفرع، ده قال الفرع كمان، في انتساب أباه، سواء كان الفرع مذكر أو مؤنث، فهو يتبع في النسبة أبيه. يقال مثلا سيد جمال، أنا والدي اسمه جمال رحمه الله، وفي هذا اليوم العجيب الغريب إن والدي توفي من 5 أعوام في يوم الجمعة رحمه الله، نقرأ له الفاتحة جميعا ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. كان يوم جمعة، توفي قبل صلاة الجمعة، وأرد في الحديث أن من مات يوم الجمعة يعني أمن من عذاب القبر. قال يتبع الفرع في انتساب أباه، يعني أنا اسمي سيد، والدي الله يرحمه اسمه جمال، لما أنتسب هنتسب لأمي. والدتي ماتت سنة 1998، كان برضه كان يوم الأربعاء الساعة 9 إلا 3، حافظ بالساعات. يتبع الفرع في انتساب أباه، يعني أنا أتبع في النسبة أبي في انتساب أباه. والأم في الرق والحرية، يعني ويتبع الأم كذلك إن كانت رقيقة أو كانت حرة. رقيقة هيبقى برضك تابع لها، حرة هيبقى تابع لها. والزكاة الأخف، يعني ويتبع في الزكاة الأخف، يعني يزكي زكاة أخفهما، وهيأتي معنا في الزكاة. والدين الأعلى، يعني لو يعني كان من تزاوج مسلم مع كتابية تبع المسلم، حتى ولو كان في أحد أصوله أي حد مسلم يتبعه في الإسلام، لأن الإسلام يعلو ولا يعلو عليه شيء.
والذي اشتد في جزاء ودية، لأن ده من قبيل التغليظ. يعني إذا مثلا حصل أنه اصطاد في الحج شيئا مستولد من جنسين مختلفين، أيهما؟ يعني على سبيل المثال تولد من حيوان إنسي مع حيوان متوحش، حصل بين حيوان إنسي وحيوان متوحش تزاوج، والمحرم قتله، ما هو لو احنا هو قتله، يعني اصطاده، اصطاد المحرم الانسي وذبح الانس، خلاص ما فيش مشكلة. طب لو اصطاد الصيد المحرم عليه، عليه الجزاء. طب ده يعني حصل ان فيه منزع الى الجزاء ومنزع الى عدم الجزاء، او الى جزاء اعلى والى جزاء اخف، هيتبع الذي اشتد في الجزاء. والدية كذلك، وأخص الأصلين دي بقى اللي احنا عايزينها، كلها بيجوري يا سيدي، كله بيجوري، هتلاقيها عندك كمان في البجرمي. وأخص الأصلين رجسا وذبحا، أيهما أخص وأيهما أسوأ؟ الأم هتبقى نجس زي الأم، الأب هتبقى نجس زي الأب. طيب خلصنا من دي، ودي أهم حاجة كنا عايزينها. البيت ده اكتبوه في حاشية الشيخ الباجوري، واكتبوا جنبه كده حفظ. حد عايز يكتبه ولا حاجة؟ ايش حد عايز يكتبه؟ ها؟ سنرجع إليه، عود إليه. قال: إلا جلد الكلب والخنزير وما تولد منهما أو من أحدهما، أي مع حيوان طاهر. ثم قال بعد ذلك: وعظم الميتة وشعرها نجس. عظم الميتة، عظم الميتة نجس، لأنه محكوم عليه كما حكم على كلها، حرمت عليكم الميتة. وقال: وتحريم ما ليس بمحترم ولا ضرر في تناوله في بدن أو عقل يدل على نجاسته. وربنا سبحانه وتعالى لما حرم الميتة حرمها، أي حرم تناولها، لا لأجل أنها محترمة، لكن ربنا لما حرم الإنسان حرم أن بعد ما مات ويؤكل، حرمه من أجل أنه مكرم ومحترم. فلما حرمت الميتة حرمت لا لاحترام ذاتها ولا لكون في أكلها ضرر واضح، ولا ضرر في البدن ولا ضرر في العقل، بخلاف السم حرم الله سبحانه وتعالى أكله لأنه ضار جدا يؤدي إلى الوفاة لضرره، وحرم الخمر لأنها تضر العقل، تغيب العقل، يبقى لضررها. طب والميتة حرمها لا لحرمتها ولا لاحترامها، لا لاحترامها وليس لضررها في بدن أو عقل، فدل ذلك على أنها حرمت للنجاسة، وحكم الله عليها بالنجاسة، وحكم كذلك على كل أعضائها وأجزائها بالنجاسة، لأن كل ما حلته الحياة تحله النجاسة عند زوالها، والعظم والشعر وكل ذلك فيه حياة على اختلاف في ذلك. قال: وعظم الميتة وشعرها نجس. يعني افرض ان انا راكب الحمار او البردون، وبعد ما ركبته وجدت شعيرات من البرزون على ما هو ماء بماء بنا من حي، فهو ايه؟ كميتته، ولكن هذا من قبيل المعفو عنه، هو من قبيل المعفوات. ها؟
شعر ليه؟ شعرنا ولا ايه؟ لا وانت بتركب القطة. إذا كان الشأن فيها التناثر، بس القطة ما بيتناثرش إلا على نضور. أصل المشكلة في الحمار إيه يا سيدنا؟ إن حضرتك أنت بتركب الحمار وبيحصل فيه احتكاك، والاحتكاك ينتج عنه تناثر الشعر، فيكون هذا المتناثر قد تولد من استعمال لا يستطيع الإنسان أن يتجنبه، بخلاف القطة. لا، ما دام الشعر عليها لا مانع ويكون طاهرا، لكن افرض انه انفصل، انا شديت كده شعره منها، اخد حاجه كده من القطه نجس، احطه في جيبي كده وانا بصلي صلاتي ما تنفعش، لان انا حامل نجاسه. ولو كانت حيه؟ لا، القطه حيه وانا شايلها وهي قاعده في حجري وانا بصلي، ما فيش مانع لانها طاهره. طيب، انفصل منها الشعر، وانا للقطة السيامي ده انا جايبها من اوروبا ب $30,000 مثلا، وانا لو معايا $30,000 هجيب بيها قطة ليه؟ هو انا ايه؟ ما اروح اصلا مستشفى المجانين وده مش حاصل. فراح قال لك لا، ده الشعيرات القطة دي انا جايبها من اوروبا وشعرها ممكن يعني نبيعه او يتحط في المتحف المصري، وراح حاططها بجيبه كده هو بيصلي. طب ما هو الحديث يقول ما أبين من حي فهو كميتته، ولذلك شعرها نجس وحمل النجاسة وأنت تصلي وأنت مستغن عنها، ده بيمنع من الصلاة من الانعقاد. والله لعله من محل العفو، لأنه برضك أنت مش ممنوع من مخلطتها، لكن العفو فيها ليس كالعفو في يعني شعيرات الحمار. ما أبين هو كميتتي، ده حديث ولا؟ لا ده حديث، ده حديث حديث يعني اللي هو ما طبعا معفو عنها. لا خلاص، ما لانه برضك انت مش ممنوع من معافستها ومن حملها ومن وهكذا، ولكن برضك يشترط في العفو ان يكون في محل القله، وان يكون ذلك حاصل يعني بسبب الاحتكاك لا تعديا عليها. لكن لو انت حضرتك تعديت ومسكت كده اهو شعيراتها واخذتها منها بالقوه، حرام عليك، لان ده في ايذاء ليها، ولذلك لا نقبل إزاء حتى بصوتنا. رقم اثنين، ان انت تنزع منها شعرها هذا حرام. رقم ثلاثة، ان ده مش هيبقى معفو عنه. لماذا؟ لانك متعدي، والتعدي لا يوافقه ولا يناسبه العفو. دي حاجات بقى شلتوتية يعني مش هتلاقيها لا عندك في زيد ولا عبيد. في حمل القطة التي هي ما زالت حية، ألم تكن هي حاملة النجاسة؟ لا يا سيدي الفاضل، أن النجاسة إذا كانت في وعائها لا يحكم عليها. طب أنا أهو الدم، طب أنا ممكن أشيلك وأنا بصلي. هي لم تستنج يا سيدي. خليك معايا، ما استنجتش. أنت دمك ده إيه؟ نجس ولا طاهر؟ لكن يحكم عليه بالنجاسة إذا انفصل من جسدك. لكن ما دام في وعائه لا يحكم عليه لا بطهارة ولا بنجاسة. المشكلة هي التبول تغوط ولم يغسل بالماء. غير متيقن اللي حضرتك بتقوله ده. غير متيقن. لاحتمال انها تبولت ثم وردت ماء فوقعت فيه فتطهرت. لا، لأن هو الطهارة هي الأصل، أو لأنه أيضا من قبيل المعفوات، ولأن ده سيدنا أبو هريرة سمى أبو هريرة ليه؟ ده كانت القطة في حجر كان شايلها كده في جيبه، تخش في جيبه وهو واقف بيصلي، هو أنت بقى يعني أفقه من سيدنا أبو هريرة؟ عايز يسيب فقه الصحابة. وده اللي شافه سيدنا الإمام الشافعي قال رضي الله عنه وارضاه،
وعظم الميتة وشعرها نجس إلا الآدمي. الآدمي شعره طاهر كميتته لأن ربنا كرمه، ومن تكريم الله له ألا ينجس لا في الحياة ولا بعد الممات، ولأننا نغسله فلو كان نجسا ما أثر الغسل ولا ما أمرنا بغسله. طيب يا مشايخ الإسلام والإيمان، إحنا كده خلصنا الباب الثاني، وبعد كده قال فصل: ولا يجوز استعمال أواني الذهب والفضة. نقف عند هذا.